أهلا بكم إلى هذه الظهيرة من الميادين. وفي عناوينها لليوم: أدب السلام! أدب السلام! كيان الاحتلال إلى مزيد من التآكل. معهد أبحاث أمنه القومي يحذر الجيش أمام خطر التفكك والضعف، والأضرار ستتفاقم كثيرا إن لم تتوقف التشريعات القضائية فورا. بوتين لنظيره البيلاروسي: الهجوم الأوكراني المضاد قائم لكنه فشل، والقوات البحرية الروسية تقصف مواقع لتصنيع الزوارق المسيرة في أوديسا. إيران تطلق اليوم مناورات جوية في أصفهان عنوانها رسالة سلام واستقرار للمنطقة وتعزيز العلاقات مع حسن الجوار والدفاع عن حدودها الجوية. معارك عنيفة في محيط مطار العاصمة السودانية. قوات الدعم السريع تعلن انضمام المئات من الضباط والجنود إليها، والجيش يتهمها بالمبالغة ويطلق تدريبات للمتطوعين. تم علينا بهذه اليوم 15 ضابط. بنصح الحكومة السويدية تستشير وتسأل شو يعني إذا صنفت دولة السويد دولة محاربة للإسلام. خامنئي ونصر الله يحذران السويد من تحولها إلى دولة محاربة للإسلام، واجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي استجابة لطلب بغداد. بدءا من مساء اليوم، قناة الميادين تبث البرنامج الأسبوعي للرئيس الفنزويلي مع مادورو أكثر. السهل الظهيرة من الأزمة الداخلية الإسرائيلية المستفحلة إلى حد توجيه معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي اليوم تحذيرا عاجلا من أن الجيش الإسرائيلي هو اليوم أمام خطر التفكك. معهد الأبحاث نفسه أقر بأن إسرائيل في الطريق نحو جيش ضعيف وواقع يعرض للخطر معادلة الردع الإقليمي، مبديا أسفه لأن التحذير الاستراتيجي الاستثنائي الذي نشره قبل 4 أشهر في حال المضي في مسار التعديلات القضائية قد تحقق، وأن المس بالأمن القومي لإسرائيل تحول إلى واقع. وعدد هذه الوقائع مما سماه الهزة القوية التي ضربت الجيش إلى تآكل الردع وزعزعة العلاقات الخاصة مع الولايات المتحدة وضعف الاقتصاد وتعميق الشروخ في المجتمع، وقال إن هذه الأضرار ستتفاقم أكثر بكثير إذا انتصر طرف على آخر، وأن المخرج الوحيد هو الوقف الفوري والتام للإصلاح القضائي ثم وقف الاحتجاج. يأتي ذلك فيما يصوت الكنيسة الإسرائيلية اليوم على القراءة الثالثة والأخيرة لمشروع قانون يقلص صلاحيات المحكمة العليا. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن رئيس المعارضة يائير لابيد قوله في الكنيسة أن تظاهرات أمس العارمة لم تكن من أجل إعلان حرب بل من أجل إيقافها. وكان قد تظاهر أكثر من نصف مليون إسرائيلي ضد ما يسمونه الانقلاب القضائي وفق وسائل إعلام إسرائيلية. وتظاهر نحو ربع مليون منهم في تل أبيب لوحدها، ونحو 100,000 في القدس المحتلة، وآلاف آخرون في حيفا ونتانيا وبئر السبع ومناطق أخرى. وقد تخللت هذه التظاهرات مواجهات عنيفة بين الشرطة والمحتجين الذين جرى اعتقال عدد منهم. إسرائيل تقترب من وضع كارثي لم تعرفه من قبل على كل المستويات.
توصيف اتفق عليه سياسيون وجنرالات وخبراء ومحللون. احتجاجات المعارضين للحكومة في الشارع تزداد اتساعا وعنفا مع دخول التظاهرات أسبوعها 29 على التوالي، فيما يستعد اليمين المؤيد لها لتظاهرة كبرى مضادة في تل أبيب عصر الاثنين. تماسك الجيش وكفاءته هما الأكثر تضررا وموضع الخطر الأشد. كل ذلك يترافق مع اقتراب لحظة الحسم بين التسوية والانفجار. وصلنا إلى لحظة الحسم بين تشريع قانون مبرر المعقولية بكل ثمن أو تسوية أو تعديل صيغة القانون. إسرائيل تسير نحو التصويت في الكنيست يوم الاثنين مع احتجاجات متزايدة وتهديد كبير لكفاءة الجيش الإسرائيلي. حراجة الوضع التي أرغمت وزير الأمن يوف جالانت على الاعتراف بأن الوضع بات مقلقا دفعت أيضا معلقين وخبراء إلى الإقرار بأن كلمة زلزال لم تعد كافية لوصف حجم الكارثة. كلمة زلزال قليلة على ما يجري في سلاح الجو، وإذا نفذ 530 طيارا وأصحاب الوظائف الذين ليس لهم بدائل تهديداتهم بوقف التطوع، فسيعلن رئيس الأركان مساء الاثنين أن سلاح الجو فقد كفاءته للحرب. الوضع في سلاح الجو حاليا ليس أقل من كارثي، ونحن في وضع يوم الغفران من ناحية الأزمة الموجودين فيها. وفيما حذر رئيس الموساد السابق دانيا توم من أن إسرائيل ستنحدر إلى الهاوية إذا فقد الجيش كفاءته الحربية، رأى رئيس أركان سلاح الجو السابق نمرود شيفر أن الحرب مع حزب الله باتت غير ممكنة فيما الجيش الإسرائيلي يتفكك. وكانت قد أرجئت جلسة الحكومة الإسرائيلية التي كانت مقررة قبل ظهر اليوم بسبب خضوع رئيسها بنيامين نتنياهو لعملية زرع جهاز لمراقبة انتظام ضربات القلب، ويتوقع أن يغادر المشفى عصر اليوم للمشاركة في النقاش والتصويت في الكنيست على تعديل قانون القضاء. ومعنا من بيت لحم مدير مكتب الميادين في فلسطين المحتلة ناصر اللحام. نرحب بك ناصر. اليوم كيف يتم التحضير لمشهد مساء اليوم؟ ربما قمة التصعيد بخصوص التصريحات والمواقف تشهدها اليوم أو تشهدها الساحة الإسرائيلية من كامل الأطراف اليوم، وصف أو وصف أحد المسؤولين في الكيان المحتل بأنه قلب إسرائيل ربما بحاجة لبطارية أكثر من قلب نتنياهو. بالتالي كيف يبدو المشهد اليوم عشية أو على بعد ساعات من التظاهرات؟ تحياتي دينا، أتابع أقرأ التفاصيل في الصحافة العبرية، لا أجد إلا عنوان أزمة إسرائيل وصلت الذروة أو حتى ذروة الذروة. لتمكين المشاهد من رؤية آخر التطورات، 100 سفير ودبلوماسي في رسالة ينضمون فيها للجيش والطيارين، 100 سفير ودبلوماسي إسرائيلي يوقعون على عريضة بأن إسرائيل في خطر إذا ما ذهب الكنيست إلى الإصلاحات القضائية. أيضا أرنون بار ديفيد وهو رئيس الاستدروت وله الكفة الراجحة في حديث مع زعيم المعارضة يقول سنواصل التصعيد، بمعنى إذا واصل نتنياهو التصعيد سيواصل التصعيد. من العناوين أيضا قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية تحيط بالكنيست خشية اقتحامه، أن يحدث بالكنيست الإسرائيلي ما حدث ذات يوم في الكونغرس الأمريكي أيام مغادرة ترامب. كذلك تتطلب الإجراءات للنقاش في الكنيست ل 26 ساعة، بدأ النقاش بالقراءتين الثانية والثالثة للانقلاب على السلطة القضائية، ويتطلب الأمر 26 ساعة غدا عصرا تنتهي، والمفروض أن التصويت غدا في ساعات المغرب، يعني حتى الساعة الثانية عشر ظهرا الكنيست سيواصل نقاشاته. وممنوع دخول الكنيست لمن لا يحمل تصريح دائم، أي ممنوع الزيارات في حالة استنفار. يضاف إلى ذلك 110 من الضباط من الفرقتين، الفرقة 91 والفرقة 36، قيادة المنطقة الشمالية أعلنوا عن انضمامهم للمستنكفين عن التجند، ويضاف إليهم 112 مجند احتياط في وحدة لوتر وهي المتخصصة في مكافحة الإرهاب، 112 ضابط من هذه الكتيبة أيضا
استنكفوا، ويضاف إليهم عمداء الجامعات العبرية أعلنوا إضراب وانضموا للتمرد. نتنياهو الذي أعلن تأجيل زيارته لقبرص وتركيا لم يفاجئ الجمهور الإسرائيلي أبدا، فهو ذات يوم حين كانت شوارع تمتلئ بالمتظاهرين سافر مع زوجته إلى إيطاليا. على ما يبدو كان يخطط للهروب من إسرائيل إلى تركيا وإلى قبرص، لكن البطارية في قلبه أقعدته عن هذا السفر أو هذا الهروب. طيب بخصوص ما ذكرته عن الجيش وأزمة التطوع، اليوم معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي يوجه تحذيرا عاجلا بأن الجيش أمام خطر التفكك، وقال أنه الخطر الأكبر إذا انتصر طرف على آخر، يعني نحن أمام مأزق كبير. وبالتالي كيف يبدو مشهد الدولة التي تأسست من أجل هذا الجيش، طبعا بين مزدوجين الدولة؟ تفكك الجيش الإسرائيلي لا يحدث مثل تفكك الجيش السوداني، يعني هناك الجيش البرهان والرد السريع، لا نهائيا ليس على هذه الطريقة. تفكك الجيش هو فقدانه للقيم التي توحد، للخلفية التي للعلم. جيش إسرائيل كان عصابات، أسسه الجيش الإسرائيلي، أسسه الانتداب البريطاني. بريطانيا العظمى قامت بتأسيس جيش وأسمته جيش الدفاع الإسرائيلي، سلحته وأعطته السلاح ليقتل العرب ويهاجم بحماية أنه يحمي المستوطنات اليهودية. ثم قبل انسحابها 48 قامت بتسليم كل مخازن الجيش البريطاني للجيش الذي أسسه. العصابات الصهيونية رفضت وظلت تعامل الجيش أنه جيش بريطانيا، لكن تم قصف سفينة ألتالينا وضم جميع العصابات الصهيونية شتيرن، ليحي، إتسل، هاجنا تحت لوائه، وأصبح الجيش على ما هو عليه الآن. تفكك الجيش أي عودته إلى أصله وهي العصابات. شكرا جزيلا لك الزميل ناصر اللحام مدير مكتب الميادين في فلسطين المحتلة. والآن إلى آخر التطورات في الصراع الروسي الأطلسي. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فشل الهجوم الأوكراني المضاد، ولفت إلى أنه ما زال قائما لكنه فاشل. وخلال استقباله لنظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكا في موسكو، أعلن بوتين تدمير قواته عددا قياسيا من المعدات الأجنبية خلال الساعات 24 الماضية، وأشار إلى أن الخسائر في صفوف القوات الأوكرانية تجاوزت 26,000 شخصا خلال الفترة الأخيرة، وقال إنه سيمدد مفاوضاته مع نظيره البيلاروسي يومين. بدوره أعلن الرئيس البيلاروسي تدمير أكثر من 15 دبابة من نوع ليوبارد ألمانية الصنع وأكثر من 20 مركبة برادلي الأمريكية الصنع في معركة واحدة. في غضون ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف منشآت كان يجري فيها الإعداد لتنفيذ أعمال إرهابية ضد روسيا في منطقة أوديسا. وذلك محمد في ضربة بأسلحة بحرية وجوية بعيدة المدى وعالية الدقة. الوزارة أكدت تدمير جميع الأهداف المخطط لها، وهي أماكن إنتاج وتدريب الزوارق المسيرة التي كان ينتشر فيها مرتزقة أجانب. وأشارت إلى أن خسائر القوات الأوكرانية بلغت 370 جنديا، فضلا عن تدمير كثير من المركبات والعتاد العسكري. القوات الروسية كانت أعلنت أنها أحبطت هجمات أوكرانية على 4 محاور، وأشارت إلى أن مجموعة قوات الجنوب يوغ دمرت عددا كبيرا من المعدات الأوكرانية. وزارة الدفاع الروسية كانت قد كشفت أنها استهدفت في 6 من الشهر الحالي مقر أكاديمية القوات البرية الأوكرانية في مدينة الفيف على حدود بولندا، ما أدى إلى مقتل عدد كبير من المرتزقة البولنديين والألمان. معنا من موسكو محلل الميادين للشؤون الروسية مسلم شعيتو. مرحبا بك يا مسلم شعيتو، ونسأل بداية، كيف يفهم كلام الرئيس بوتين عندما يقول أن الهجوم أو إن الهجوم الأوكراني المضاد فشل لكنه ما زال قائما؟ هل هذا يعني بأنه روسيا ربما تتوقع
المزيد من المفاجآت العسكرية خلال المرحلة المقبلة؟ مساء الخير لك وللمستمعين والمشاهدين. فشل هذا الهجوم لا يعني أنهم سيتوقفون عن محاولة تكراره، لأنهم أصبحوا قوة انتحارية تنفذ ما يرغب به الغرب وتحديدا الأنجلوساكسونية. حتى لو كان هناك إمكانات 5% من قواتهم ومن منظماتهم سيقومون بأعمال محاولين اختراق بعض الجبهات أو بالأحرى، وهذا ما يبدو واضحا نتيجة لفشلهم، بدأوا يسعون إلى التعرض للبنية التحتية والمدنيين في مناطق أخرى كما في القرم أو في مناطق قريبة من الجبهة، حتى أنهم أرسلوا المسيرات إلى مدن روسية وقتلوا الصحفيين. نعم، نتوقع نتيجة للمد الذي سيحصلون عليه من أسلحة دمار شامل ومن أسلحة متطورة حتى F-16 أن يستمرون بهذه الأعمال من أجل إزعاج روسيا، أو بالأحرى كما يتوقعون التأثير على الداخل الروسي من خلال قصف بعض المراكز المدنية كجسر القرم أو التعرض للبنية التحتية في جزيرة. لكن أيضا روسيا ردت باستهداف الفيف على حدود بولندا، وأيضا مناطق لصنع القرار أو محطات لصنع القرار في أوديسا. لا يمكن لروسيا أن تقف مكتوفة الأيدي بعدما قاموا بأعمال فعلا تسمى إجرامية بالتعرضهم للبنية التحتية، حيث أنها طالت ليس فقط أوديسا ونيكولايف حيث تجمع هذه المسيرات المائية، أيضا إلى مراكز القرار في منطقة الفوف وفي منطقة كييف. واليوم أيضا زيارة لوكاشينكو كان لها معنى مهم، حيث أنه قال القوات فاغنر هي منزعجة ولكي ترتفع معنوياتهم يرغبون في زيارة وارسو من باب النكتة، لكن هذا تحذير واضح أيضا للناتو ولقوات البولندية المتواجدة والتي اقتربت كثيرا من الحدود، وتحدث عنها الرئيس بوتين أن بيلاروسيا مستعدة فعلا وجاهزة من أجل رد كل هذه الاعتداءات بالتعاون مع روسيا وبالتعاون مع قوات فاغنر التي أصبحت حاليا في بيلاروسيا لاعبا مهما. إذن زيارة يعني هل تقرأ هكذا زيارة الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكا إلى روسيا وهذه المحادثات التي أعلن الرئيس بوتين أنها مددت ليومين إضافيين أنها زيارة مهمة وربما تكون نقطة شروع نحو طبيعة أخرى في العلاقة أو في التعاون بين البلدين؟ نعم، هذه الزيارة تأتي في مرحلة وظرف استثنائي جدا على خلفية كما قلت سابقا هناك حشود للقوات البولندية بالقرب من الحدود البيلاروسية، وأيضا كما قال الرئيس بوتين هناك طموح بولندي بأن يقتطعوا جزء من غرب أوكرانيا منطقة الفوف ومحيطها التي يدعون أنها هي بالأصل بولندية. هذه الأطماع الموجودة عندهم لا يمكن إلا التصدي لها، أولا من خلال نشر الأسلحة التكتيكية النووية في بيلاروسيا والتي انتهت أو بالأحرى ستنتهي نهائيا خلال أسبوع، وأيضا تواجد قوات فاغنر التي بدأت تجهز وتساعد وتدرب القوات البيلاروسية للتصدي للقوات البولندية وحكما للتصدي للقوات في منطقة المحازية لدول البلطيق. إذا نحن أمام خريطة جديدة قد تتمدد المعارك، وهذا متوقع جدا لجبهات مختلفة. حتى الآن هناك توقعات بأن تكون بولندا وحيدة في هذه المعارك وليس الناتو. تكون عفوا فقط توضيح آخر جملة، تكون بولندا وحيدة وليس الناتو؟ نعم، سيكون هناك اشتباك وكأن بولندا تعرضت لمشكلة معينة على الحدود مع أوكرانيا، مع أنه هي جزء من تحالف حلف شمال الأطلسي. نعم، لكن ليس حلف الشمال الأطلسي الذي سيقوم بهذه العملية، سيعطي الفرصة لبولندا من أجل اقتطاع جزء من أوكرانيا. إذا ما نجحت يكون هذا النجاح للناتو، وإذا ما فشلت يتزرعون بأنه عملية محدودة قامت بها القوات البولندية لحماية المواطنين من أصول بولونية موجودين في تلك المنطقة. شكرا جزيلا لك مسلم شعيتو محلل الميادين للشؤون الروسية. وعلى خط موازن تستمر المناورات الروسية الصينية المشتركة في بحر اليابان التي أطلق عليها اسم تفاعل 2023،
حيث من المقرر أن تنتهي في وقت لاحق اليوم. وكانت القوات البحرية للبلدين قد أعلنت عن المناورات تحت شعار حماية الممرات البحرية الاستراتيجية وتعزيز التعاون البحري المشترك، وتشارك في التدريبات أكثر من 10 سفن حربية و30 طائرة، كما جرى إنشاء نظام قيادة واتصالات مشترك. إلى إيران، حيث أعلن قائد سلاح الجو في الجيش الإيراني حميد واحدي انطلاق المرحلة الأساسية من مناورات الدفاع الجوي المدافعون عن سماء الولاية 1402 في منطقة أنارك في محافظة أصفهان وسط البلاد. وقال واحدي إن 92 طائرة ستشارك في هذه المرحلة من المناورات، حيث توجهت الطائرات والمقاتلات الجوية إلى قاعدة أصفهان منذ يوم أمس. هذه المناورات ترمي إلى تعزيز العلاقات الإقليمية وحسن الجوار والدفاع عن الحدود الجوية لإيران. ستنطلق مناورات الدفاع الجوي المدافعون عن سماء الولاية 1402 في محافظة أصفهان وسط البلاد. أهم ما يميز هذه المناورات هو التمرين على القصف الليلي البعيد المدى بمقاتلات متنوعة، منها طائرات مسيرة إضافة إلى محاكاة لسيناريو الحرب الإلكترونية. المناورات ستشمل عدة قواعد عسكرية ومنها تحت الأرض وأخرى قواعد اضطرارية. ستشارك في هذه المناورات مجموعات من القوات الجوية الإيرانية الشابة المختصة. رسالة المناورات هي رسالة سلام واستقرار وأمن للمنطقة، ومحورها هو الأمن المستدام وتعزيز العلاقات الإقليمية وحسن الجوار والدفاع عن الحدود الجوية لإيران. نبقى في إيران، حيث استشهد 4 من عناصر شرطة المرور الإيرانية أثناء اعتداء إرهابي شرق البلاد. وكالات أنباء إيرانية ذكرت أن الاعتداء وقع على محور الطريق خاش تفتان في محافظة سيستان وبلوشستان. وفي إيران أيضا، استقبل الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي أكبر أحمديان وزير الدولة للشؤون الخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز الخليفي الذي يزور طهران اليوم. وبحسب وكالة نور نيوز، فإن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك، لا سيما في مجال التجارة وإنجاز فعاليات مشتركة في هذا المجال لتدعيم البنى التحتية للعمل المشترك. وفيما يتعلق بالمواقف الإيرانية المحذرة من الإساءة إلى المصحف الشريف، حذر قائد حرس الثورة اللواء حسين سلامي من أن من يسيء للمصحف الشريف لن يكون في مأمن. وأضاف أنه عاجلا أو آجلا فإن يد انتقام المجاهدين ستحدد أشد عقوبة لمرتكبي هذه الجريمة. ونقلت وكالة مهر للأنباء عن اللواء سلامي قوله إن تكرار الإساءة للمصحف الشريف ومقدسات المسلمين هو استراتيجية وسياسة شريرة تنتهجها مراكز الفكر المناهضة للإسلام والعالم الإسلامي، والتي تظهر بين الحين والآخر تحت الشعار المخادع لحرية التعبير والرأي لا سيما في أوروبا. في غضون ذلك، اقترح وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان على نظيره التركي هاكان فيدان عقد اجتماع استثنائي لوزراء خارجية الدول الإسلامية في أقرب وقت ممكن، وذلك لبحث الإساءات إلى المصحف الشريف. وفي اتصال هاتفي بينهما، بحث الجانبان قضايا تهم البلدين في المجالات الثنائية والإقليمية والدولية، فيما دعا أمير عبد اللهيان نظيره التركي إلى زيارة طهران، وهو ما أكد فيدان عزمه فعله قريبا. وزير الخارجية الإيراني اتصل كذلك بنظيره الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، وأكد ضرورة التعامل بحزم مع مرتكبي هذه الإهانة. بدوره، وزير الخارجية الإماراتي دان تدنيس الكتب السماوية والعقائد الدينية،
ورحب بمقترح إيران لعقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. وفي لبنان حذر الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الحكومة السويدية من أنها إذا استمرت في الإساءة إلى المقدسات فستصنف دولة محاربة للإسلام والمسلمين. السيد نصر الله دعا إلى وجوب تطور الموقف تجاه الإساءة إلى المصحف الشريف إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع السويد. يعني بلا طول شرح، إذا الحكومة السويدية بتكمل هيك فهي ستصنف دولة محاربة للإسلام، دولة محاربة للمسلمين، دولة حرب على الإسلام وعلى المسلمين. بنصح الحكومة السويدية تستشير وتسأل شو يعني إذا صنفت دولة السويد دولة محاربة للإسلام، هذا شو يعني، شو تبعاته، شو لوازمه بالعالم، بالعالم الإسلامي وبالعالم كله وحيث هناك مسلمون. هذا خطاب عالي اللهجة جدا، هذا خطاب أكبر من إصدار فتوى بحق المجرم الذي قال سماحة القائد حفظه الله أن علماء المسلمين يجمعون على إنزال أشد العقوبات فيه. هنا الخطاب مع الدول والحكومات التي ترعى هذه الاعتداءات تحت عنوان حرية التعبير وحرية الرأي. في موازاة ذلك، أعلنت وزارة الخارجية العراقية أن وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي سيعقدون اجتماعا طارئا بشأن العدوان على القرآن الكريم. وشهدت العاصمة العراقية بغداد تظاهرة ضخمة دعا إليها الإطار التنسيقي نصرة للمصحف الشريف وردا على تدنيسه وإحراقه في السويد وتكرار العدوان مرة أخرى في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن. لبيك يا حسين. نعم للقرآن. هكذا ابتدأ العراقيون تظاهراتهم نصرة لأقدس مقدساتهم القرآن الكريم وتأييدا لإجراءات الحكومة العراقية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع السويد وطرد السفيرة السويدية من العراق. هي التظاهرة الكبرى التي نظمها الإطار التنسيقي ودعمها حلفاؤه وقاعدته وانضم إليها داعم الرد على مرتكبي العدوان على المصحف الشريف. إجراءات أمنية استثنائية عاشتها العاصمة العراقية التي تريد التذكير بالتزام العراقي بحماية البعثات الدبلوماسية بعد 48 ساعة على إضرام النيران في مبنى السفارة السويدية وأقل من ذلك من محاولات تكرار المشهد في مبنى السفارة الدنماركية. إذا وقفنا موقف موحد ستخضع أمريكا والدول الأوروبية صاغرة وتعتذر للشعوب العربية والإسلامية. عند مدخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد وبما لا يقل عن كيلومتر واحد بعيدا من السفارتين الأمريكية والدنماركية، أحرق المحتجون العلم السويدي وصور المتطرف سلوان موميكا ورددوا شعارات نصرة الإسلام. نطالب بإجراءات رادعة للدنمارك التي نحت نفس المنحة الذي منحته السويد، وإن لم تعتذر لذلك أيضا نطالب الحكومة أيضا بمقاطعة كاملة للدنمارك أسوة بالسويد. العشائر العراقية حضرت بكل أطيافها وأكدت ما أكده أبناؤها، لسنا عنفيين ولا عنصريين، إنما هو رد على المس بدستور المسلمين. ندعم إجراءات الحكومية بهذه السياسة العقلانية، لكن بنفس الوقت اليوم 40 مليون مسلم أو عراقي لا نستطيع السيطرة على مشاعرهم بالتعبير عن ما يشعرون به تجاه دينهم وتجاه بلدهم، فرأينا مثل هذه التظاهرات الحرة السلمية. إذن فالرسالة العراقية هي أن التظاهر والاحتجاج نتاج استفزاز مقصود، وأن الرد عليه بقطع العلاقات مع السويد لن يتوقف عندها. عبدالله بدران، بغداد، الميادين. هذا وقد توالت المواقف العربية إذ نددت السعودية بشدة بعدم اتخاذ إجراءات لمنع تكرار حوادث التعدي على المقدسات الإسلامية، وآخرها ما أقدمت عليه مجموعة متطرفة في الدنمارك بحرق نسخة من القرآن الكريم. الخارجية وفي بيان لها أعربت إدانة المملكة لهذه الأعمال الداعية للكراهية والعنف بين الأديان، وحذرت في الوقت نفسه من تكرار هذه الأعمال المستفزة لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم والتي تعد انتهاكا صارخا لكل القوانين والأعراف الدولية.
إلى فنزويلا، حيث أكد الرئيس نيكولاس مادورو للميادين مساندة بلاده لقضية التحرر العربية. وفي مقابلة مع الميادين تبث مساء اليوم، أعلن مادورو نيته التنسيق مع الشعوب العربية نظرا إلى دعمها لفنزويلا في المعارك التي تخوضها. Impresionante cómo los pueblos árabes tienen un amor especial por Venezuela y nos apoyan en el combate que estamos dando. Y yo les hago un llamado permanente, vengan para acá, vengan para acá. Nosotros tenemos 1.500.000 árabes en Venezuela, eso nunca se dice, 1.500.000. Una comunidad grande de pueblos de Siria, de hombres y mujeres de Siria, del Líbano bastante, mucho. Los clubes sirios, los clubes libaneses en el país son una hermosura, pues. Así que nosotros amamos a los pueblos árabes, respaldamos la causa árabe de liberación y recibimos con amor todo el amor que se nos da de los pueblos árabes. Así que vamos a coordinar. وفي غضون ذلك تبدأ قناة الميادين ببث البرنامج الأسبوعي للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مع مادورو أكثر. هو برنامج أسبوعي تفاعلي يتناول السياسات الدولية والاقتصادية والاجتماعية، ونتعرف إليه أكثر في هذا التقرير. مرحلة جديدة من التواصل يبدأها الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مع مادورو أكثر، برنامج حواري أسبوعي شامل وصلة وصل مباشرة بين رئيس البلاد والشعب، مساحة إعلامية يستعرض فيها الرئيس الفنزويلي أهم القضايا والأنشطة والمشكلات والحلول، ويتفاعل فيها بخبرة استراتيجية انطلاقا من إيمانه بالإعلام ودوره. برنامج تلفزيوني متنوع يعرض على قناة فنزويلا الرسمية، بات أيضا على شبكة الميادين الإعلامية، يبث على شاشتها وجميع منصاتها باللغات العربية والإنجليزية والإسبانية. أما هدف البرنامج المركزي فهو إظهار فنزويلا الإيجابية وثوابتها، وكيف تواصل الطريق وتتقدم في بناء هويتها التي تتميز بالتفاؤل للوصول إلى وطن قوي وعظيم ومعافى. واجهنا أعواما عاصفة مليئة بالاعتداءات الإمبريالية، لكننا أثبتنا للملأ من نحن. نحن وطن، نحن بوليفاريون، ورثة المحررين، وأنتن أيتها النسوة تقفن في المقام الأول كوريثات للنساء اللواتي حررن القارة الأمريكية. صمدنا هنا وبقينا واقفين ثابتين، ولم يتمكنوا من جعلنا نتقهقر. مكنا بلدنا من التكيف في مواجهة تلك الصواريخ والهجمات الاقتصادية، بل ورحنا نتقدم ونتعافى، ولهذا نحن هنا اليوم لنتواصل من خلال العقل والقلب. مساحة رأي وتعليق وموقف يناقش خلالها مادورو في تجربته الفريدة قضايا محلية ودولية، إضافة إلى مواضيع اجتماعية واقتصادية وإنسانية. اللافت في حلقات البرنامج ظهور شخصية مصممة بواسطة الذكاء الاصطناعي تحمل اسم سيرا، فضلا عن استضافة شخصيات محلية وعالمية من مختلف المجالات. نحن نقدم هذا البرنامج حتى يكتشف العالم العربي والإسلامي كيف يفكر الرئيس مادورو، وكيف يخطط، وكيف يتعاطى مع شعبه. أنا أود أن أقول لكم سيد الرئيس، كما تعولون عليهم، ثقوا بنا وعولوا علينا فإنكم منتصرون بلا شك. مع مادورو أكثر، برنامج تلفزيوني يضاف إلى سجل الرئيس الفنزويلي الحافل في عالم التلفزيون، فهو سبق أن قدم بين عامي 2013 و2017 برنامجا أسبوعيا حمل عنوان تواصل مع مادورو، كما قدم عام 2017 برنامجا عن موسيقى السالسا مزج فيه بين السياسة والموسيقى. ولأن في جعبته دائما الكثير ليقدمه، كانت هذه المرة تجربة مع مادورو أكثر. الظهيرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. استمرار الاقتراع في الانتخابات الإسبانية المبكرة وسانشيز يدعو إلى تكثيف المشاركة.
أهلا بكم من جديد، ونستأنف هذه الظهيرة من آخر تطورات النزاع السوداني المستمر. نشب حريق ضخم في إحدى المناطق المحيطة بمطار الخرطوم الدولي وفق مشاهد نشرتها قوات الدعم السريع. الفيديو يظهر عناصر تابعين لهذه القوات وخلفهم الحريق، وقد اتهمت قوات الدعم الجيش بقصف الممتلكات العامة الواقعة في المطار. يأتي ذلك وسط تواصل الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الخرطوم وعدد من الولايات الأخرى. بدمروا الممتلكات بتاع الدولة. قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو كان قد أعلن أنه لا يسعى إلى إلغاء القوات المسلحة أو تفكيكها أو استبدالها، وأضاف في الوقت نفسه أنه سيعمل يدا بيد مع الشرفاء على بناء جيش قومي واحد لا علاقة له بالسياسة، يخدم مصالح الشعب ويحمي البلاد، وفقا لبيان نشره على تويتر. ولفت إلى أنه حان الوقت لفتح صفحة جديدة من تاريخ البلاد وفق رؤية وطنية شاملة تحقق الحرية والعدالة للجميع في ظل حكم ديمقراطي حقيقي. قوات الدعم السريع أعلنت كذلك انضمام نحو 540 عنصرا من الجيش السوداني بينهم 15 ضابطا إلى صفوفها في ولاية شرق دارفور. وفي بيان إذن لها، رأت الدعم السريع أن انضمام هذه القوة يمثل بداية النهاية لقوات رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وانتصارا حقيقيا لإرادة الشعب السوداني وأهداف الثورة. نحن في هذا اليوم جد سعداء أن نلتقي بكوكبة منيرة من الضباط وضباط الصف الشرفاء من القطاع من الفرقة 20 ولاية شرق دارفور. انضم علينا في هذا اليوم 15 ضابط و527 رتب أخرى. من واجبنا الوقوف مع الشعب في الحرية والعدالة والديمقراطية، لذلك نعلن انضمامنا لقوات الدعم السريع. نحن والله انضممنا إلى أخواننا في الدعم السريع استجابة النداء الأول اللي هو نداء الأخ الغايد محمد حمدان دقلو، النداء الثاني اللي هو نداء التحول المدني الديمقراطي الذي ينادي به كل الشعب السوداني، ولذلك نحن انضممنا لهذا النداء. في المقابل اتهم الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة قوات الدعم السريع بتضخيم عدد العسكريين الذين أعلنوا انضمامهم إلى قوات الدعم السريع. ولفت إلى أن هذا الموقف الذي وصفه بالمخزي لم ولن يؤثر في تماسك ومعنويات أفراد الفرقة الخاصة والقوات المسلحة بصفة عامة. المتحدث العسكري قال إن المنشقين هم بضعة ضباط جرى استيعابهم في أوقات سابقة ضمن الترتيبات الأمنية، باستثناء ضابط واحد برتبة رائد و28 جنديا وضابط صف سقطوا للأسف في محك التربية العسكرية التي تتسامى عن الانتماءات الجهوية الضيقة. هذا وأطلق الجيش عمليات تدريب المتطوعين للقتال في صفوف الجيش السوداني تزامنا مع تمشيط محيط مقر قيادة الجيش الشرقية العاصمة الخرطوم. وأظهر فيديو نشرته القوات المسلحة على صفحتها على تويتر انطلاق عمليات التدريب في مدينة كسل السواق الجنوبية نادي الفلاح الرياضي. وفي فيديو آخر متداول تجمع عشرة شبان في معسكر تدريب بمنطقة جبل أولياء جنوب الخرطوم. نظمت القوى السياسية والفعاليات الشعبية في غزة لقاء وطنيا تحت عنوان نحو خطة وطنية شاملة وقيادة موحدة لمواجهة حكومة المستوطنين، وذلك لمناسبة انعقاد اجتماع الأمناء العامين للفصائل نهاية الشهر الحالي. من غزة أحمد غانم. الوطن الفلسطيني
كم قلت لا. استشعارا للمخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية وتسارع وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية، انطلق في غزة اللقاء الوطني الجامع الذي أكدت خلاله الفصائل الفلسطينية رغبتها في إنجاح اجتماع الأمناء العامين للفصائل نهاية الشهر الحالي، مشددة على ضرورة استغلاله كفرصة مهمة للتوصل إلى رؤية وطنية موحدة لمواجهة الاحتلال ومشاريعه الاستيطانية. نحن سنبذل كل جهدنا لإنجاح مؤتمر الأمناء العامين، استجبنا لهذه الدعوة وسنكون عامل مساعد لدعم مقاومة شعبنا والوصول لرؤية وطنية واستراتيجية وطنية في مواجهة هذا الاحتلال ومواجهة هذه الحكومة. الرسالة الأولى والأهم هي ضرورة استعادة الوحدة الوطنية من خلال الاتفاق على استراتيجية عمل وطني فلسطيني نتصدى خلال هذا الاستيطان والاحتلال وننهي مظاهر الفرقة وأيضا نتجاوز مرحلة أوسلو وتفاصيلها. اللقاء شهد حضورا واسعا من مختلف المؤسسات والفعاليات الشعبية وحمل رسائل تدعو إلى تهيئة كل المناخات لضمان نجاح اجتماع الأمناء العامين للفصائل بما يمثل مظلة لإعادة بناء منظمة التحرير وتشكيل قيادة موحدة فضلا عن تفعيل المجلس المركزي في الوطن والشتات. رسالتنا اليوم بضرورة تهيئة كل المناخات لنجاح اجتماع الأمناء العامين عبر الإفراج عن المعتقلين السياسيين ووقف التراشق الإعلامي وضمان الاتفاق على قيادة موحدة وخطة وطنية شاملة لمواجهة حكومة اليمين الفاشل المتطرف. المستوطنين وحكومة اليمين المتطرفة. اللقاء شهد مطالبات بتأليف حكومة وحدة وطنية عاجلة والبدء الفوري بتنفيذ اتفاقي القاهرة وبيروت، ودعا إلى وقف التطبيع العربي مع الاحتلال. تتوالى الدعوات إلى ضرورة إنجاح المؤتمر المرتقب للأمناء العامين للفصائل باعتباره فرصة مهمة لإعادة صياغة برنامج وطني موحد لمواجهة الحكومة الإسرائيلية ومشاريعها الاستيطانية. أحمد غانم، غزة، الميادين. أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين استعداد بغداد لأن تكون جزءا من الحل للمشكلات في المنطقة، مشيرا إلى أن الحوار سيؤدي إلى استقرار الوضع الاقتصادي في اليمن. وخلال استقباله وزير خارجية المجلس الرئاسي اليمني أحمد عوض بن مبارك، شدد حسين على دعم بلاده لضرورة تحسين الأوضاع الإنسانية في اليمن. بدوره أكد بن مبارك التزام المجلس الرئاسي بنود الهدنة في اليمن. العراق يرحب بأي جهد سياسي هدفه استقرار الوضع في اليمن ودعم المفاوضات التي تؤدي إلى المزيد من الجهود لتحقيق استقرار سياسي دائم. احنا أيدنا الهدنة ونتمنى أن الهدنة تتحول إلى وقف إطلاق النار، ووقف إطلاق النار كنا نتمنى أنه تتحول إلى مفاوضات وحوارات بين الأطراف المختلفة. هناك هدنة غير معلنة غير موقعة، لكننا من طرفنا كحكومة شرعية نحن ملتزمين ببنود هذه الهدنة. نحن نعتقد بأنه آن الأوان لإنهاء هذه الحرب في اليمن. تتواصل في إسبانيا عمليات التصويت في الانتخابات العامة المفصلية المبكرة. وقد دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بعد الإدلاء بصوته في الانتخابات، دعا إلى المشاركة الكثيفة في الاقتراع مشددا على أن الشعب هو من سيقرر النتيجة. وقد أدلى نحو 2.5 مليون ناخب بأصواتهم مسبقا عبر البريد، فيما يحق لأكثر من 37 مليون ناخب التصويت. لا أريد أن أقول إن كنت متفائلا أم لا، لدي مشاعر طيبة، لكن الإسبان هم الذين سيختارون اليوم مستقبل بلادنا وتقدمها. إذا كان هناك صوت يجب الاستماع إليه اليوم فهو صوت كل منهم. لذا فإن الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله اليوم هو تشجيع المشاركة والتعبئة. إنها حقا لحظة مهمة جدا لبلدنا ولديمقراطيتنا. نختتم الظهيرة من فلسطين المحتلة مع حكاية صمود وتحد جديدة يسطرها أبناء القدس المحتلة. فقد جددت محمد المقدسية نورة صبلبن صاحبة المنزل الذي احتله المستوطنون في البلدة القديمة، جددت بأنها لن تتخلى عن منزلها وستعود إليها. وخلال إفراغ المستوطنين محتويات منزلها وجهت كلامها اليوم بالقول أو إليهم بالقول
احنا الحق وانتوا الباطل. انتوا السرائين جنبيم، احنا الحق وانتوا الباطل. برجع لها، ما رح اضل ساكتة، رح ارجع لبيتي والله كريم برجع. ما تفكروني يا عدد، رح افضحكم بكل العالم. يا الدولة اللي بتقول عن حالها ديمقراطية، دولة سرائين وإرهاب، دولة تطهير. الله كريم، اضحك، البضحك المهم البضحك للآخر. فلسطين عربية رح تضل، والقدس رح تضل عربية، عربية غصب عنكم وعن حكوماتكم. يا زبالة يا زبالة، انتوا زبالة العالم، جيتوا من كل العالم قعدتوا هون. لا امك من هون ولا ابوك من هون. انا امي من هون وابوي من هون وانا مولودة هون. برجع. الله كريم. لمزيد من الاخبار والتقارير يمكنكم زيارة صفحة الميادين على الانترنت، الميادين دوت نت، باللغات العربية والانجليزية والاسبانية. في امان الله، الى اللقاء.